غياب حوار حقيقي في الجهات، الشباب هذا تحاول الى العاصمه في اعتقاد منه انه يتحل على الاقل باب الحوار مع مختلف الوزارات. في اعتقادي احنا لما انتقدنا التعيينات والمسؤولين الجهويين في وقت من الاوقات وقت تم التعيينات الولايات والمعتمدين، للاسف وقت ما سمعوناش قلنا لهم راهو البروفيل هذا بتاع المعتمدين وبتاع الولايات اللي تسماو ما همش المعتمدين والولايات تاع المرحله. للاسف كانت هنالك الاذان لم تكن صاغيه، وفي غياب حوار حقيقي انه وفي غياب اجابات وفي غياب تعاطي ايجابي مع هذه القضايا في الجهات، فبالتالي الشباب تحول الى العاصمه. هو يعني لو كان وقع الاستماع الى هم كل اصحاب شهيد عليا، والحركه الثوري قام من اجل الشغل والكرامه، ولا كرامه بدون شغل، وعندنا 4 سنين وخمس سنين الان منذ يعني سقوط او راس النظام السابق قولوا، مش يعني موقعش الاستماع، موقعش الحكومات المتتاليه ما حلش مشاكل اصحاب الشهاده العليا والمواطنين عمل بصفه عامه. تحل اي حكومه ما عندهاش عصا سحريه، ولكن في اعتقادي ما وقعش استراتيجيه كامله لحل هذه الاشكال. هذا اللي خلى الناس فدت، طلبوا ما عملوا لقاءات مع الولايات، لقاءات لم تكن لها فائده ولم تكن لها نتيجه. بطبيعه الحال في نهايه الامر مشروعه التحركات، المطالب مشروعه، والانسان يستنى بعد يعمل تحركات. جاوا الناس على الاقدام من عديد الجهات، احنا مسندين المطالب وايضا التحركات السلميه مسندين، ولهذا تحركنا عملنا لقاءات مع المعتصمين ومشينا الى السيد رئيس الحكومه وطلبنا منه. قال هو سمعنا، قال لا، لانه اذا كان يسمع مسؤول في رئاسه الحكومه ويسمع ويمشي ويسمع وزير، لا، قلنا لابد من فتح حوار جدي. فتح حوار جدي اولا من طرف الوزراء، لانه الحكومه من طرف الوزراء لسماع وهم مطالب يعرفها، ولكن لكيفيه ايجاد بعض الحلول، ثم خلق ديناميكيه متواصله في الجهات، لانه يعني مش تكون جلسه السماع وتنتهي، خلق ديناميكيه متواصله في الجهات يحضروا فيها وزراء، مش مع الوالي برك، لان الحوارات الوقت مع الولاد والولاد ما عندهمش اغلبيه الوقت صلاحيات كبيره، او مع المندوبين الجهويين ايضا كذلك. لابد من يعني جلسه تكون مع الوزراء او جلسات مع الوزراء، ديناميكيه حوار تؤدي الى حصول نتائج. كما سمعنا تو مطالب معقوله، عائله كامله تبدا فيها مش شغل واحد، او مشاريع، دعم المشاريع، يلزم الحوار ينتج مخرجات وقرارات. واحنا بطبيعه الحال سنتابع هذا. انا رئيس هذه الحكومه قال يوفى الحوار حول التشغيل في الاسبوع هذا، ثم اخر الاسبوع هذا تقع الرزنامه نتاع مقابله المعتصمين. شو الوقوع راه في تونس في بين 17 14 جانفي؟ هو فشل لمنوال التنميه. يعني وقلتها وديما نقولها يعني بكل صراحه، رغم معاناه الاسلاميين واليساريين والحقوقيين في الفتره السابقه في حكم بن علي، لم نستطع يعني ايجاد ميزان قوى لتغيير الاوضاع في تونس. الملف الاجتماعي وفشل منوال التنميه هو الذي ادى الى هذا الوضع. للاسف نحن نواصل اليوم في تونس في نفس منوال التنميه، وكان شيء لم يقع في تونس. اذا اليوم مطروح لما نقولوا عن خلقات ديناميكيه وحوار جدي من اجل تصور بدائل اخرى ومراجعه منوال التنميه، لكن سوف نبقى في نفس الاشكاليه، نعالج نفس الاشكاليه وندور في نفس الحلقه المفرغه. بالرغم قراءتنا المسبقه وبالرغم موقفنا انه تمت دعوتنا وقررنا عدم المشاركه، لان قد تقييمنا انه لم تكن هنالك لجنه او ورشه تربط بين التشغيل ومنوال التنميه. وفي تقييم لمختلف المؤتمرات الوطنيه اللي وقعت في السابق حول التشغيل، هذا راهو رابع مؤتمر وطني حول التشغيل عرفته تونس. وتقييمنا لكل الوثائق قررنا عدم المشاركه ولا نامل الكثير من هذا المؤتمر. فبالتالي احنا اليوم هنالك سيقع اصدار مخرجات هذا المؤتمر، ولكل حال حادث حديث، يعني سوف نقرا هذه المستخرجات وسوف نعلق هذه المستخرجات التي سوف تصدر عن هذا المؤتمر. احنا قلنا كرسي الفرق، لكن مشينا وقدمنا نقدنا ومقترحاتنا، قدمنا لانه في عديد الافكار الهامه، وفي انه لابد من قرارات. صحيح انه وقع الاعداد ليه بصفه، احنا قلنا ردوا بالكم، ما يلزمش الحوار هذا يكون ان باش الحكومه تتملص من المسؤوليه وعملنا حوار وانتهى. لا، ثم الحوار هذا اذا كان مش يكون عليه مخرجات لابد من تنفيذها. يعني مش معقول، شوف، انسان ما عندوش شغل، ما عندوش دخل، ايش تحبوا يعمل؟ مو يصبح فريسه للارهاب او فريسه للاجرام او فريسه ايضا للهجره السريه اللي نعانوا منها ايضا، فهمتني؟ ومساوئها.
يمكن يعني جرد في الجهات الكل جرد العائلات من لابد. مش معقول ان عائلة كاملة ما عندهاش واحد يستغل. مش معقول انه يعني تلقى ناس عنده قداش من عام هو عطل على الاولويات. يزم تشغيلهم، يزم ايضا التعليم مثلا توا فما مدارس فما نقص في التعليم. فما مسألة مثلا المحكونيش اليوم هي مسألة المتعاقدين في التعليم العالي، متعاقدين في التعليم العالي وكان لقاء زاد وحكينا ايضا هم من حقهم مش يصبحوا قرروا في التعليم الثانوي لابد. مش معقول انت تقاوم بطالة وتخلق بطالة جدد. ايضا ثم قوانين تخرج توا قوانين تفعيلها كيفاش لابد من ايجاد الكفاءات لتفعيل هذه، فهمتني؟ ولهذا ممكن، لكن هذا ما نجموش توا في اللقاءات المشتاقة او حتى في الحوار هذا. ورشات وقعت عديدة وتقدمت عديد المقترحات عديدة جدا، سنرى المخرجات التي ستنتج عنه وربما نحن بإذن كمجتمع مدني سنعمل ندوة صحفية على هذه على الحوار. أعتقد أن الخطأ الكبير سوف ترتكبه الحكومة هو في تجريم الحراك الاجتماعي، لأنه قبل الثورة قبل 4 جانفي عرفنا أكبر تجربة بالنسبة للمعالجة الأمنية وكانت معالجة ملف الحوض المنجمي سنة 2008 وشفنا النتائج. هي الثورة علاش قامت أساسا؟ إذا اللي وقع بين 17 ديسمبر وقع بين 14 جانفي بالرجوع ليوما بيوم المسار الجغرافي للثورة، الانحدار الاجتماعي لشهداء الثورة وجرحاها، كل كانت الخلفية خلفية اجتماعية. أعتقد أنه اليوم إذا نفكروا أن الحلول سوف تكون حلول أمنية والزج بالقضاء في هذه الملفات، أعتقد أنه من الخطأ والحكومة لن تستطيع ولن يقع قبول يعني من طرف سواء المناطق الداخلية أو الأهالي في المناطق الداخلية. أعتقد أن الحوار هو البديل الحقيقي لمعالجة هذه الملفات. راهو يجب يكون في المقاربة نتاعنا أنه مقاومة الإرهاب وأمن البلاد المدخل الحقيقي هو الأمن الاجتماعي. كي نحلوا حوار ونحلوا تفاوض حول أمهات القضايا هذه الملفات الاجتماعية قد ساهمنا في مواجهة الإرهاب وفي التصدي للإرهاب. هذا قانون ما أنزل الله بمصر. شوف احنا في الحوض المنجمي انا كنت منسق وقتها يعني لسان الدفاع وقلنا وقتها المعالجه الامنيه والقضائيه للتحركات الاجتماعيه مش صحيح، يعني مش تعملهم قضايا مش صحيح. هذا انسان جاي طالب في الشغل تصبح معناها تحركات اجتماعيه، هذاك علاش تصبح معناها قضايا اجرام؟ لا، لكن احنا قلنا راهو زاد من جهه اخرى التحركات السلميه هامه جدا. ما نحبوش الحكومه تسكر ودنها وتولي تحركات اخرى وعندهم حق باش يقول لك معناها فديت انا قداش نقعد، تولي تحركات اخرى عنيفه او وقت يقع استغلالها من طرف ناس اخرين. لكن كل تحرك سلمي لا يجرم ولن يجرم، وسوف نبقى معناها احنا سنقف كمجتمع مدني ضد هذا، وحتى كان مشروع قانون سنقوم ب معناها حمله مكثفه باش ما يتعداش، لن يمر هذا المشروع. نعرف الاطراف اللي وراه لكن لن يمر.